اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج البوصلة، ودوما على قناتكم الشروق نيوز ومع البروفيسور نور الدين بكيس. اهلا بك بروفيسور. اهلا عبد المالك. طيب، مشاكل عديدة يعاني منها المواطن الجزائري، ودوما يطرح السؤال ما هو الحل؟ حتى في برنامج البوصلة في الجينيريك في نهايته نقولوا اعطونا الحل، وشنو هو الحل؟ شوف، اولا مساء الخير كل مشاهدين. في الحقيقة صح، دائما الناس تقول لهم انت كي دير تشخيص، التشخيص هو جزء من الحل. التشخيص اللي يكون منيح، التشخيص الجيد، نعم، اقراه بطريقة معاكسة تلقى الحل. نعم، مي معليش يوم نمدوا حل، الحل منين نجيبوهم؟ ماشي شرط احيانا تكون حلول ابداعية، كوبي على الناس. ياك رانا نورمال، كاين بزاف نماذج، كاين بزاف تجارب تاع المجتمعات، وكاين ناس بزاف، المجتمعات بزاف تطورت وكانت ظروفها اصعب منا بكثير. دوك حنا واش عندنا؟ عندنا مشكل كبير. ناخذ مثال بسيط، عندنا رمضان جاز علينا. نعم، في رمضان الجزائري واش يدور؟ يتخلقوا، ها، يلتزموا، صحيح، باخلاقيات معينه، بخلق معين، ما يسرقوش، ينضبطوا، ما يكذبوش، ما يضربوش، يحاولوا يدير الماكسيموم. علاش بعد رمضان مباشره الناس تهجر المساجد او يحبسوا ينقطعوا على المود دو في اللي كانوا يعيشوا في رمضان؟ يجي هذا مشكل مطروح. نعم، وكانه رمضان كان مقيدهم. يعطيك الصحه، علاش عندنا التسيب؟ علاش عندنا فساد؟ علاش عندنا سوء تسيير؟ علاش؟ علاه الوازع الديني يغيب بعد رمضان؟ ايه، وعلاه ما نكونوش كيما الناس؟ على كيفاه واحد كافر خير منا، واحد كافر، واحد عاطي خير منا. اليوم نجيبوا الجزائريين نموذج تاع بلد، بلد ديكتاتوري وملحد. الصين بلد ديكتاتوري مكلاسي 19، كيحكموا شكون الديكتاتوري الاعلى في العالم، يكلاسي وكلا تخلطوش تعرف، تحلك لك الصين في المرتبه 19. شكون البلد الملحد؟ عندك اكثر من 200 مليون ملحدين، خلينا نمسح من الشعب. الحكومة ملحدة. نعم، الحكومة لا دينية. صافي، عندك شوف، حكومة لا دينية، حكومة شنو؟ ديكتاتورية، ما كان لا تداول على السلطة، لا انتخابات حرة، لا نزيهة، ما كانش. بصح كيفاش يديروا؟ كيفاش يديروا نهضة؟ نعم، كيفاش يديروا نهضة وداروا نهضة وحقوا راهم بارمي الأولين في العالم كاع، والأمريكان تطلعش منهم؟ هيا نعطوا مثال بسيط على شنو هو، كيفاش داروا. شنو هو كي جاتهم الإنترنت في 96 في 98؟ غلقوا كاع، قال لك حنا ما الانترنت هذه تهديد علينا، خاطر علينا، خسرنا الشعب. وكانوا شادين الشعب تاعهم بقوه الحديد والنار. وعباك عندها 70 سنه شلاشين كانت متخلفه درجه كبيره جدا، كان اكثر من 20% من الشناوة، الربع تاع الشناوة مدمنين. نعم، كانوا يروحوا يقتلوهم، كانت الاميه دايره حاله. صحيح، كانوا محقورين اللي يجي يحقرهم. كان تدهور كبير، كانت اليابان تجي تضربهم تستعمرهم، كانوا عرضه للاستعمارات. شناوة واش داروا؟ عندهم مليار و400 مليون، كيفاش يقدروا يسيروا مليار و400 مليون؟ كيف يديروا؟ قعدوا يخموا. قال لك جاهم واحد السوسيولوج، السوسيولوج واش قال لهم؟ قال لهم يا جماعه، احنا مشكلتنا الكبير وشنو هو؟ احنا اون طونكو شنو هو؟ باش تنهض البلاد لازمنا نتعاملوا بيناتنا، وباش نتعاملوا في تجاره غيره لازمنا ثقه. تصور انت عبد الملك واحد قاعد في الدار، عنده جملاير مخبيهم في الدار، عنده ولاد اختو قاعدين، ما عندوش ثقه فيهم، يخدم دراهم؟ لا، ما يخدموش، يخبيهم، يقول خرج زكاة، لا، ما كاش ثقة. شنو هو فكروا؟ قال لك حنا فلاشين عندنا مشكل تاع ثقة، الناس ما كاش ثقة. كي ما كاش ثقة؟ الناس ما تعاملش، هذا ما يكريش داره، هذا ما يخدمش دراهمه، هذا ما يشيش على هذا. ركود كبير. عندنا مشكل كبير تاع ثقة. قالوا شنو هو؟ كيش نديروا الثقة هذا؟ منين نجيبوا الحل؟ قال لك هيا نطلعوا على الأمريكانيين، راحوا ليزامريكا، لقوا الشركات الكبرى تاع الأمريكان واش دايرة؟ دايرة قائمة تاع الشركات اللي ماشي مناح، تاع لي موفي بيير. نعم، تاع الزبناء اللي ماشي مناح، دايرين لهم نظام، دايرين فيشي تاعهم باش غدوه ما يتخدعوش. قال لك منيح النظام هذا، هايل، علاش ما نديروش حنايا؟ معلومات جيد. داكور، قال لك هيا نديرو. بصح هذا لو سوسيولوج واش قال لهم؟ قال لهم علاش نديرو غير في الاقتصاد؟ واش رايكم لو كان نديرو على كل القطاعات؟ نديرو الرصيد الاجتماعي، كريدي، الناس عندها كريدي في البنكة، نديرو رصيد الاجتماعي لكاع المواطنين، كاع المواطنين، تعرف شنو نديرو مع رصيد الاجتماعي؟ وشنو نديروها بالعقل؟ ما نقدروش نديروها على مرة. واش هي الفكرة تاع الرصيد الاجتماعي؟ نحكموا الناس، نديروا لي كاميرا في فلاشين دوكا. نعم، كاين 600 مليون كاميرا. صحيح، ولي كاميرا ماهمش غاليين دوكا. لي كاميرا دريسا راهم يشروهم، لي كاميرا صغار، يعني ماهوش حاجة. ممكن تصنيعها، ممكن تصنيعها. سهلة. واش داروا هما شناوا؟ قال لك حنا باش البلاد ترفض روحها لازم نحاربوا المشكل تاع الثقه. حنا واش عندنا مشكل في الجزائر؟ ثقه ولا مش ثقه؟ مشكل عندنا كبير. مشكل تاع ثقه من فوق للتحت حاصلين فيه. صح، شنو كان عندهم المشكله تاع الثقه؟ قال لك بصح حنا ديكتاتوريين وما نش نديروا تداول على السلطه وما كاش منها، هالمره الاخرانيه الرئيس مدى الحياه زيد، وحنا يا كيفه، وحنا لا باكار، ما عندهم مشاكل. اي بصح قال لك معليش نديروا نظام نرفعوا به لاشين. كيفاش نرفعوهم؟ قال لك نحكموا الاخلاق. نعم، نستفوا الاخلاق عبد الملك، نحكموا قيد. داروا كاتالوج تاع الاخلاق.
صحيح نعم. انت تحن على يمك حاجه مليحه داروا دليل دير الاخلاق ديرها مليحه، رميت زبل في الزنقه بلاصه ماشي بلاصتها حاجه ماشي مليحه، سرقت حاجه ماشي مليحه، سلفوا لكم ما رديتش حاجه ماشي مليحه، زيد قطعت واحد في الطريق حاجه مليحه، احترم باساج كلوتيك خطات حاجه مليحه، داروا نظام اللي الناس كاع معترفه به، هيا نديروا نظام داروا نظام. هذه صارت صحه وراي صايره صحه، وهذه ما عندهاش بزاف، دارت غير في 7 سنين الفكره كانت مقبل 2014 بدات 2016 بداوا يطبقوا فيها. قال لك كاين سيو نحكموك شي ولايه من لاشين ونسيو فيها، لانه ما تقدرش مع الاول دير مشروع كامل. نعم لازم تطبقوا على نموذج نموذجيه. نعم. قال لك نحكموا السكان تاع الولايه هذه، حنا انا حابين نثق الناس تعاملوا. نعم. كيفاش نسقموا لهم حياتهم، نحكموا نعسوهم بلي كاميرا. نعم. عادي كيما لي كاميرا مكي بارتو في لو موند، نعسوهم ونديروا لوجيسيل ونديروا سيستم. قال عبد المالك كان يمشي في باساج كلوتي مازال ما شعلت قطع، واش نديروا لك عبد المالك، نقصوا لك نقطه. نعم. نحوك 5 نقط عبد انت جيت بالطونوبيل وما احترمش باساج كلوتي. نعم. انا ماركيكو ونديروا لك نحو لك 5 نقط هكذا مثلا. قال واش نديروا مع الاول، نحكموا الناس تاع الولايه دي كامل، نمدوا لهم كاع 1000 نقطه كاع الناس اللي هم ساكنين في الولايه عندهم 1000 نقطه واش معناتها 1000 نقطه معناتها انت مواطن مثالي على بالك كي ديباسي. نعم. 1050 نقطه في اسمه في لاشين انت مواطن مثالي. نعم. مثالي ها ماشي ممتاز، كي تهبط تحت 1050 انت مواطن ممتاز. نعم. اعطاو للناس كاع 1000 نقطه كاع ولاو مواطنين ممتازين ويبداو يراقبوا فيهم، وانت دبر راسك انت تخدم مليح زيد تطلع النقاط تاعك. نعم. ما تخدمش ما تهبط النقاط تاعك، وداروا ان سيستم ولاو يراقبوا في الناس. واحد واش يديروا؟ قال لك حنا باش نقدروا الصينيين بلا ما ندخلوهم الحبس، بلا ما نروحوا نقتلوهم، بلا ما نعذبوهم، نربوهم. نعم. نربوهم يولوا حنان على بعضهم، يولوا مناح، يولي عندهم اخلاق. نعم. هيا نديروا لهم سيستم، اللي يدير مليح نكافئوه. صحيح. واللي ما يديرش مليح نعاقبوه. كيفاش نعاقبوه؟ نعاقبوا بطريقة ناعمة. اللي فوق 1050 نقطة واش نديروا له؟ نفتحوا له كاع البيبان. شوف ردوا حياته سهلة. قال واش حبيت فيزا تاع كندا؟ الكوفرنومون تاع راشيد هو يجري لك عليها. نعم. ايماجيني الكوفرنومون يبعث للسفارة تاع كندا، يقول لهم هذا ناس مناح مدوا له الفيزا. راح تسلف كريدي حبيت تشري دار. ما يدومونديك حتى رهن. نعم. لا رهن لا غارونتي لا. عبد المالك انت ناس مناح، انت انسان ممتاز، عندك 1000 نقطه، عندك فوق 900 نقطه، هايل تدي الكريدي هكذاك باك ونسهلوا لك. عبد المالك انت عندك نقاط مليح وهذه كلها تحفيزات. الفاتوره تاع تريسيتي اللي تجي قل من جارك اللي عنده نقاط ماشي مليحه. ايماجيني كلها تحفيزات. شوف يخرج فيك الحاجه المخيره اللي عندك. نعم. حاجه المخيره تولي انت تجري بلا مزيتك، داير لك تحفيزات. قال معناتها كل خلق منيح عندك طلعت نقاط يبداو يطلعوا فيك. منين يجيبوا النقاط؟ معلومات منين يجي؟ لوجيسيال. نعم. من دار شرع، من المحكمه. نعم. المحاكم، من لي بوست بوليس، منين؟ من مكان من العمل تاعك، مكان العمل، من الشركات اللي تعمل معك. نعم. من لي بونك، من جيرانك كاع يبعثوا الفيشي. الفيشي قال هذا عبد الملك يسالوا له دراهم؟ لا لا ما يسالولوش. خدمته واش به؟ عنده مجلس تاديب غيره؟ ما عندوش. زيد ما سي بون ما كاينش مشكل هذا. صح. وتبدا تمشي السيستم مبني على زوج حوايج. شفت النظام التقليدي كان عندهم نظام. نعم. تقليدي تاع عقاب تعيب الان اصبح تحفيزات وعقوبات. انا نحكوا على مليار و400 مليون. ماشي 40 مليون، ماشي 40 مليون اللي هو نموذج 40 مليون في الصين. 40 مليون. نعم. حومه في لاشين. هما واش داروا؟ بداوا يديروا السيستم هذا. نعم. مع الاول داروه تجريبي، قالوا للناس اللي يحب يدخل فيه يدخل اختياري، اللي ما يحبش ما يدخلش. نعم. جربوا كيما تحبوا. افيك لو طون ردوه اجباري. صح. من بعد واش داروا؟ داروا سيستم. هذيك لا فيل اللي عايش فيها انت كاين سلوكات مليحه، كاين سلوكات مش مليحه. ومن بعد يبداو النقاط تاعك. نعم. انت عندك 1000 نقطه ويبداو انت راك مليح تقعد في الطوب، عندك قاعد تسهيله. نعم. كل حاجه يسهلوها لك. التريسيتي نقصوا لك. نعم. وفي نهايه السنه هناك احسن مواطن. انا ماشي نهايه السنه طول طون كاين احسن بلديه دائما ما فيش شي المخيرين. احسن نقطه مخير معلقه التصويره تاعو السيده وكانها مسابقه مفتوحه والناس عجبهم الحال. ما عادوش يدير لك تولي انت دير العمل تطوعي. نعم. علاش؟ على خاطر ساكن البرومي. نعم. في البلديه شكون خير منك؟ اللي عنده الدراهم ماشي خير منك. تنافسيه على من يكون مواطن الاصلح. وهذه صايره صح ماشي حكايات. لوجيسيال ما كان والو. لوجيسيال ما تسحقش كاع العباد. لوجيسيال اللي ماشي مليح عبد الملك واش يديروا له؟ اللي عنده ماشي مليح لو كان تلحق 350 نقطه الخدمه يخرجوك منها. كنت تهبط لانه انت مواطن غير صالح. على بالك كي تكون فوق 350 نقطه واش يديروا؟ شو زعما كنعيط لك انا عبد الملك؟ انا عيط خرج لي راسوني واش تقول لي؟ تقول لي عبد الملك مواطن غير صالح. مواطن ما يقولوش غير صالح، يقولوا غير جدير بالثقه. شفت الحكايه تاع الثقه في الجزائر؟ مواطن غير جدير بالثقه، والاخر واسمه مواطن جدير بالثقه. هاي الحكايه، هاي الصفه اللي تولي تتبعك.
ما كاش بابه فلان يما فلان هذه الصفه اللي تبع عنده الدبلوم الفلاني الشرعه الفلانيه والو. كاين مواطن جدير بالثقه مهما كانت المسؤوليه تاعه، مواطن غير جدير بالثقه يخرج لي في التليفون كي نعيط لك، هذا المواطن عبد المالك غير جدير بالثقه. الله يجازيك، عاونونا باش نردوه جدير بالثقه. عبك فلاسونير بلا ما تروح تحوس تخطي في الحومه تخطب، ما تخطب لا والو، رفد برك تليفون اذا كان يسكرو ما كاينش مشكل، ما تروح تحوس عليه وين زاد وين يخدم، ريح عيط برك في التليفون، حيت في التليفون يقول لك هذا. طيب هذه النماذج الجاهزه ان صح التعبير. هناك من يقول أن الواقع هو النموذج الأصح الذي يجب أن يطبق، أو النماذج هي بنت الواقع، وهناك من يقول يمكن أن نستورد بعض النماذج ويمكن تطبيقها. هل المواطن الجزائري، هل الفرد الجزائري، هل المسؤول الجزائري جاهز لاستورد بعض هذه النماذج، أم أنه جاهز لاكتشاف نموذج يليق بالواقع الجزائري؟ شوف عبد الملك، غير اللي ما يحبش يخدم، العالم مفتوح فيه كلش، غير الناس اللي ما تحبش تخدم، غير الناس اللي ما تحبش تنجح. ها المثال هذا واش داروا؟ داروا حاجه طبيعيه. صحيح. ترمي زبل في بلاصه ماشي منيحه، ينحوك دي بوا. راك فتنه، راك تسمع في الموسيقى فتنه، ومن بعدك زايد الصوت بزاف، ينحوا لك حوايج بسيطه كاع رانا متفقين عليهم، وكانوا اخلاق عالميه دوكا. اخلاق عالميه هذه محتاج كاتالوج عليها ودايرينها. بعد واش يدير لك عبد المالك؟ قال انا هذا ما نعاقبوش، ما نعاقبوش عقاب يكرهني ويكره الدوله ويكره بلا لا لا. ما نخليش يركب في التراه، النقاط تاعك عيانين، التراه مريح، تروح في الكار، ما تركبش في التراه، انت ماشي تاع التراه، لازم تربح، تربح، لازم تخدم ترتقي بمستواك باش تروح للتراه، لازم تكون جدير بالثقه باش تركب في التراه، زيد ما تركبش في الطياره، روح تسافر، روح تسافر في الكار، شتكش يديروا هما، زيد واش كاين؟ الفاتورات تاعك تاع تريتي تجيك نورمال، تاع جارك تغيضك كي تاع دارك تجي طايحه، عخاش جارك خير منك. شفت التحفيز كشي من ذا؟ تبقى في الساكن اللي راك عايش فيه منذ سنوات. ولادك تروح تقريهم في ليزيكول بريفي ممنوع. لا لا النقاط تاعك عيانين، انت ماشي تاع ايكول بريفي، انت ما تقريش هذوك واش دايرين عقوبات؟ هذه عقوبات بسيطة. نعم. بصح تأثر. حرمان من بعض الامتيازات. ما يخليكش تعيش مليح. صحيح. الآخر شو واش يديروا؟ الآخر يخلوه ماكسيموم يعيش الرفاهية، عايش الرفاهية. يحطوه أنت وليد فاميليا. تستحق ان تكون في الرفاهيه، راسنا لاخاش انت السلوك تاعك جيب لنا خير للبلاد. يولوا الناس يتعاملوا ما يخافوش بيناتهم، يخلوا ديورهم ما يتكاصوش ديورهم، يولوا عبك ما يخافوش على اولادهم، يروحوا يدوا اولادهم للمسجد ويجيبوهم للمسجد، حتى انت مصدر لاسره راح تكون صالحه. يعطيك الصحه. صافي مع الاخر شو هما خدموا ميكانيزم عقلاني، ومن بعد شنو وشنو يعجبهم يحبوه، علاش يحبوه؟ في صالحهم. انت ويعس فيك او يعاون فيك، انت ويأثر فيك او يجيب لك كل حاجه مليحه، صافي انت واش خسرت انت؟ ما خسرت والو انت، واش غتقولوا لا لا خليني نرمي الزبل وين جات؟ انت تقدر تقول لك تقولوا لا لا ندير الموسيقى وده. لو كان تمنى تشطح في الزنقه يعاقبوك على بال. نعم. انت تشطح في الزنقه يعاقبوك، تعرف واش يديروا عبد الملك باش تشوف الحكايه طالعه؟ نعم. شفت الحكايه طالعه؟ عيب 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 تاع بكري، هم داروها بطريقه متطوره، واش داروا؟ ايوا جيري. نعم. عاد باساج كلوتي قاطع وماشي وقت ما شعلتش الشاره الخضراء، تجي يشدوا تصويرتك. سير بلاص ويديروها في كرو يكرو الفوقه. كرو يكرو الفوقه تاع واحد ما يقطعش الطريق بانتظام، يبهدلوك ولا ما يبهدلوك؟ اقعد انت في البلديه، اقعد في لاكار تاع ثلاث شوف صورتك خرجك. هادو ناس هادو غير جديرين بالثقه، شوف صورتك، اسمك، صورتك، ما تحشمش ولا لا؟ تحشمش، العار، الحكايه تاع العار تاع بكري. بكري الناس كانوا يديروا خير بالعيب، ما يديرش الشر على جال العيب. هم داروك عيب بالتكنولوجي. شفت الناس كيش تخدم؟ بالطريقه هذه البيتو شنو هو؟ هو البيت الاولاني، النظام ملحد. نعم. حكومه ملحده وديكتاتوريه، هو البيت تاعها ماشي يسقموا الاخلاق تاع الناس، هما البيت تاعهم يسقموا التصرفات تاع الناس باش تخلق تنميه. نعم. في البلاد. طيب حين نعود باش تخلق ثروه. نعم. باش تخلق تنميه. نعم. في البلاد. لانه الناس من بعد كي تكون ظروف ماشي ما عندهاش ثقه، الناس ما تخدمش بلادها، والناس تتذكر، والناس تبدع في الفساد. وبعد ممكن يهربوا ويخرجوا. نعم. من البلاد. طيب حين نعود الى واقع الجزائر، هل هناك استعداد؟ هل هناك قابليه؟ أيه. استعداد لدى المسؤول وقابليه لدى المواطن البسيط ان يتغير وان يكون مواطن صالح ومسؤول صالح؟ شوف هما كيش بداوها؟ هما ما بداوهاش بيكان. لا روحوا لديفيد، احكم انت بايزو بقسمتينا، روح شي ولايه وطبق الموديل هذا، حكمت شي ولايه بسيطه ما فيهاش غاشي بزاف، وخلق ولايه نموذجيه. ومن بعد تعرف يا عبد المالك كاين ناس رايحين يرحلوا،
باش يروحوا يسكنوا تما. وكاين ناس حني يخرجوا من تما، حني يهربوا من لافيل اللي من الظما اللي نقيه اللي من الضوا فيها سلوك، وما عندوش شنو تخلق انت مدن نموذجيه. ماليزا واش يديروا؟ ماليزا حومه اللي فيها الناس ينقيو منها، البلديه تعطي لهم كل شيء تعاونهم باش تخلق بلديه نموذجيه. وبعد البلديه اللي ماشي مليحه يولوا يهربوا فيها الناس، السومات تاعها يولوا رخاص، الديور ما يتباعوش غاليين. هذا هو الناس قاعد تخدم بالذكاء، لانه الانسان واش يحركه؟ تحركه الاخلاق، تحركه مصلحته، يخاف يخسر وماذا به يربح. هذا واش يحرك الناس؟ الناس مع الاخر واش يحبوا؟ يحبوا يربحوا وما يخسروش. الا حبيت تربح طبق القانون هذا، يعطيك ديزافونتاج. الناس تبحث عن التغيير دون تضحيه ايضا، ما يهمش. شوف لازم تسيروا شنو كي داروا لهم هذا الطريقه، ما داروا لهمش مع الاول اختياريه باش يجربوها، بعد ردوها ملزمه. وكيف هذوك يجي مواطن نقولوا له مينيموم التزم لي بالمينيموم تاع مواطن عادي، تقول لي ما عندهاش، لا ديرها بلا مزيتك عادي. لكن هذا كله مبني على استعداد المسؤول انه الفرد يتغير. ماشي الفرد يتغير. شوف مدارس تاعنا عبد الملك اليوم في الجزائر، هذه اسم زوج سمانات تعليق بالملعيد. مدارس تروح الليسيات تلقى ما جا ولا ترمينال. نعم. لا دوزيام اني. تسيب كبير. لا بريميير اني. تسيب كبير. ومن بعد تروح تلقى مؤسسه واحده اخرى دراري يقراوا، علاش ما يقراوا؟ الانضباط. المسؤول. صحيح. المسؤول ماشي تاع الاكاديمي. ماشي تاع الوزاره. تاع المؤسسه تاع المدرسه. المسؤول هذاك تاع المؤسسه ناس مناح. لو كان ما جاش ناس مناح، لو كانوا تسيب. روح شوف الجامعات دوكا فارغين. روح شوف جامعات زوج سمانات الاخرين قبل العيد فارغين، السمانه الاولى فارغين، روح شوف شو صاير. هذا بيناتها دوكا تقول لي اخلاق. لازم ضبط، ماشي اخلاق. الضبط شنو؟ تديهم للحبس، ما تديش الناس للحبس. قيسهم المصلحه تاعهم، اعطي لهم امتياز ونحي لهم امتياز. اللي يحب يربح عبد المالك اعطي له تحفيزات. علاش الناس تخدم كيف كيف؟ اللي في الخدمه اللي يخدموا اللي ما يخدموش كيف كيف؟ علاش؟ علاش اللي يقرا وما يقراش كيف كيف؟ علاش اللي في الحومه اللي مربي واللي مش مربي كيف كيف؟ علاش؟ طيب ولكن بروفيسور، هذا النظام، هذا النظام هو اللي فاسد. نعم. النظام الاجتماعي المطبق فاسد. طيب ولكن هناك بعض الانظمه تحتاج الى بقاء الفرد كما هو للاستمرار في الحكم. اي معناتها هنا مشكل في النظام. هو مشكل في النخب. وهذا اللي قلت لك، هل النخب الحاكمه والنظام لديه استعداد لتغيير الفرد؟ الشناوه واش؟ ما تقدرش اليوم الشناوه القياده الديكتاتوريه ما تقدرش تقول ما تحبش بلادها، تحب بلادها، هاي تخدم في بلادها وجابت النتائج. وشناوه يحبوها على جال كي خدمت بلادها. والنظام هذا ما لقاش معارضه عند الناس قلال، لانه شناوه واش داروا؟ غلقوا المعارضه السياسيه، استعملوه وغلقوا المعارضه السياسيه. لو كان دير منشور تقطع في الدوله واش يدير لك؟ يعطيك. صحيح. ينحيك قمع. هنا قمع الحريه. مي معليش، بصح الناس خدموا بلادهم، وقفوا بلادهم. التميز خرجوه من الناس، تولي عجوزه في دشهره تولي هي مكلاسيه الاولى. الصين اصبحت مصنع العالم اليوم. تولي هذيك العجوزه تولي هي تدخل تصبح فرحانه تدير التطوع. هي خرجوا الخير اللي عندها تحفيز، عندها كبير. انت تلقى واحد انسان ينقي في الحومه نهار زوج ثلاثه يكره. تلقى انت استاذ يجي في الوقت ومحترم الوقت، مره زوج ثلاثه يكره وداها تسيب. لازم شويه نظام، الناس تتبدل بالنظام. وما عادوش داروا لهم، داروا دي في بيلوت. صافي شرطين، وشنو هو؟ لازم لك تحب بلادك، والثانية وشنو هو؟ الكفاءة. نعم. ماناش نحكوا على السياسة، حريات وديمقراطية، هاي لاشين كفاءة. نعم. لاشين تطلع أنت كف. تعرف مع الأول كيحبوا يديروا حملة الأيدي النظيفة. نعم. كيحبوا في 2013 دخلوا مليون واحد للحبس. مليون. على جال وشنو؟ كانوا مفسدين في الإدارة، وبعد قال لك ما خرجتش علينا. دخلنا مليون واحد للحبس. نعم. ماشي هذا هو الحل. الحبس ماشي هو الحل. صحيح. واش هو الحل؟ نخدموا مع الانسان، نعطوا له وش الاستثمار في الانسان، كما قال مالك بن نبي في عديد كتاباته، هو الاستثمار في الانسان. هذه الدوله الديكتاتوريه تاع شناوه كانت حقاره، كانت تقتل العباد، كانت تقمع طلبه، خرجت لهم ليشار وقتلات. وتحدد خمامها بدا يتفكر. نعم. قال لك احنا لازم نولوا قويين، كيفاش ناكلوا مليون و400؟ نعم. مليار و400. الاستثمار في الانسان هو النقطه الاولى. كيف شناوه؟ هاي كيفاش ردوا شناوه مناح؟ ولو على بالك شناوه لو كان تبيع بمجرم عندك 150 نقطة تطلع ب 150 نقطة، ايماجيني على بالك يولي المجرم يتخبى. اي شغل شتا تكع بكري تاع لو شارشي تخلص عليه 200 دولار تقول درجة المواطنة عندهم كبيرة بزاف. باش غير بالتحفيز عطاك لك الحاجة، في عود ما تروح تدير رشوة، في عود ما تروح أنت تبيع الطلاب. وهذه دكتور كل مواطن صالحي يعطوك ليزافونتاج. ومع ديرها دكتور هذه قاعدة ربانية، الترغيب والترهيب. عادي. الجنة والنار. عادي عادي. لا شوف عبد المالك، نظام سهل للتطبيق. تقدر تطبقه في ولايات، ومن بعد بالعقل طبقه في قطاع يا سيدي، في قطاع التعليم العالي، طبقه في قطاع التربيه، طبقه في قطاع واحد اخر. اخدم 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 نورمال اخدم وشوف فيه ديفايا.
خرجوا ناس فلاشين يزيدوا نقاط يبيعوا نقاط يطلعوا يقوفلي وبلا بصح نورمال هادو نقائص لازم يكونوا بصح عموما واش ولا نموذج تعرف كندا يستعمل فيه على بالك اربع دول ديجا دوموندات لامبورطاسيون تاعو واش ومع من دارتو لي شينوا داروا الحكومه ماشي الحكومه دارتو مع شركات خاصه من شركات خاصة وشحال من محاولة في عام الأولاني 2016 40 محاولة 40 تجربة في عام الأولاني فهمتني 40 تجربة كومم هذا كاع قدامنا أما خير هذا ولا خطاب مسجدي ولا دير لهم بيان تقول لهم يا ناس ولوا ناس مناح ولا دير لهم تقول يا تقول لا تقول لا هي تقول لا هي طريقة تتقي بها الله وبعد تذوق البنة تاع النظام تذوق البنة الخطاب الديني تحتاجه ولكن بالتوازي ما عندوش قوة الفكره اللي ما عندوش قوه ما عندها السلطه ما دير بها والو تضغضغ لك المشاعر يقعدوا يبكيوا بالملايين وبعد مع الاخر يعاودوا يولوا كاع فاسدين الغالبيه تاعهم كملوا كيما لا لازم لها قوه القوه واش جاوها قوه خدموا على الناس عطاو لهم امتيازات عطاو لهم سهلوا لهم كل شيء يا يحيى خذ الكتابه بقوه مع الاخر واشنو اكثر من 1050 نقطه عبوك شي يديروا اكثر من 1050 نقطه الحق ديباسي 1050 نقطه يكتبوا لك مواطن تاع شوف مثالي يهضروا عليك يقدموا التجربه تاعك يعرضوا التجربه تاعك في التلفزيون كاش مره شفتها انت يا يعرضوا التجربه في التلفزيون ومن بعد يديروا التصاور تاعك ومن بعد لاكورس بعد المره الجايه انت وليت اللور ومن بعد سبقك شكون واش دار حبالك نماذج رائعه تعرف واش معناتها خرجت لي زاكتور في فراشي خرجت احسن المدرسين خرجت احسن شوف احسن المهندسين خرجت في كل حاجه هذه تاع مواطن صالح شفناها غير في الدراما في احدى السلسلات الفكاهيه اعتقد تاع انس من حسيتي عندها مده داروا لنا مواطن صالح هكا حتى هذاك المواطن استغرب انه الدوله كرمته لانه هو مواطن صالح بالك هي الحكايه باش ربطوها هذه ربطوها بكتاب ندار في 84 روايه واحده انجلي دار روايه يحكي يقول باللي غدوه من غدوه خياله تولي كلش بالنيميريك وكلش بالالكترونيك ومنها ويولوا الانسان كاع مراقب والاله تراقبوه وتقول له يا عبد الملك غلط انا على الشيطان هذيك جابها روايه صحيح. على الاخر شنو داروا اخر الصح هما كاين النظام هذا في اوروبا بصح ماشي بهذا الضبط الاخلاقي ماشي بهذا الضبط ماشي بالضبط الاخلاقي بصح المنطلق تاعو تجاري المنطلق مصلحه الا حبيتوا يا ناس بلا تنهض ما نقدروش بلا تتسجن بلا ثقه والثقه واش معناتها تخدم معاه واش يحبوا الناس الناس يحبوا مصلحتهم اعطوا لهم مصالح امتيازات وتضربوهم ماشي تجيبهم تضربوهم المصلحه تاعهم اوتوماتيك موش يصرى يخرجوك من المواطنين لانه العنصر الاساسي في التغيير هو الانسان هو الفرد يجب الاستثمار فيه واعاده الثقه في نفسه باش هو يستطيع اصلاح المجتمع لا هما اللي يضبطوه ما يهمش هو نيته الفرد هما ما يهمهمش النيه تاع شنو يهمك واش دير لي سلوك انا ما تهمنيش انت نيتك انا اعطيتني سلوك نعطيك مقابل تاعو هذا ما كان صافي ما يهمنيش كاع خلقته تعاملوا بالماديه انت غدوه كي تبن غدوه كي تكون خارج من دارك ماكش خايف عليها كاسيوا غدوه كي يكون خارج وليدك راح للمسيد وماكش خايف عليه يقطعوا له وواحد بيت بول وستايليه قاعدين قدام مؤسسه وكاح للشركه انت تخدم والخدامين قاعدين يقصروا يدوم له في التيك توك ومنا هذاك الوقت تبدا تعرف باللي تحس بالقيمه ما تحش بالاغتراب ومن بعد تولي انت تجتهد اكثر بصح كي نكونوا حنا كاع كيف عايشين في التسيب ومن بعد غير الولاد شكون طفر في من ولاد الفاميليا مساكن اللي بدلي مجهود اخلاقي يولي مع الاخر يولي يتعاند وتغيضوا عمره بعد يقول لك وعلاش غير انا وعلاش غير انا وعلاش غير انا اي بي يولي هذا المسلم هذا المسلم يولي يقول لك نحلم نعيش في فيل تاع شناوه وكاين القدر وكاين احترام وما نعيش في بلاد تاع مسلمين شفت كيفاش العفسه تولي تعيش والنظام على هذه الجزائريين بزاف كي جاوا للجزائر تغموا ديزيميغري جاوا للجزائر تغموا ما قدروش يطولوا جاوا مع الاول فرحان يسلم على يماه بابا توحشتك يبوسهم من راسهم يفطر معهم الصباح العشيه ومن بعد هربوا يجروا قال لك يا خويا لي فو بروبليم بزاف فوضى ما نقدرش اللي هي ما عنديش لي فو بروبليم هي عندي نظام هذاك النظام باين لي روبير تاعي كي يكون عيان باين وين يبعثوني نعيش باين المصير تاعي احنا هذا واش نسحقوا ما كانش حياه بلا نظام لازم نظام يكون مبني ما عرفناش نكوبيو هام نماذج الا كاين واحد صعيب عليه يستعصى عليه تطبيق هذا النظام هو الدوله الديكتاتوريه تاع لاشين الدولة الملحدة تاع لاشين الدولة اللي عندها مليار و400 مليون نورمالمون هي أول دولة اللي صعب عليها تطبق ولكن اللي نجحت فيه
هي طبقاته بامتياز وراح تصدره وراح يكون عنده صدى كبير مستقبلا لانه راي دائما تطور فيه دائما تطور فيه. نعم شكرا لك بروفيسور نور الدين بكيس، قدمنا نموذج لحل يمكن حل. يمكن حل. يمكن تطبيقه اذا توفر الاستعداد من النخب الحاكمه والقبليه نروحوا من الفار تاع البالون نروحوا للفار تاع المجتمع والدوله الفار تاع الاخلاق واللي لازم يكون مضبوط. شكرا لك بروفيسور نور الدين بكيس. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج البوصله، دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.